حيت الانسان باش يعرف حق الدب تيجي يوقف عليه. كي التبرع انقاذ حياه انسان، نقطه الدب لا تقدر بالثمن. على قبلها كان التبرع، وهذا الحافز اللي خلاني ندخل في هذا التبرع. التبرع بالدب انقاذ حياه انسان. الناس عندهم واحد الفكره خاطئه، راه الدب لا يباع ولا يشترى. الاسم عبد المجيد. ما يتقلعش، خاصو يجي فاطر. كنحسو بواحد، كنعطيو لجميع المسائل على قبل التبرع باش يجي يتبرعو. افراد العائله ولا الجيران ولا هذوك ولا هذاك الاصدقاء كنحفزوهم باش يجي يتبرعوا بالدم. وكان بالخصوص كنديروا عبر التواصل، كنديروا حملات تحسيسيه عبر التواصل باش كنحفزوا الناس. كنحفزوا حتى العائله ديالنا، الافراد العائله حتى هما كنحفزوهم.
الحافز اللي عطاني باش ندخل للتبرع هو واحد الاخت الله يرحمها بسمينة، كان عندها مرض السرطان وكانت كتحتاج الفصيله النادره او نيجاتيف، حتى انا عندي او نيجاتيف، على قبلها كنتبرع وهذا الحافز اللي خلاني ندخل في هذا التبرع. العباره اللي كيقولوها جميع الجمعيات هذاك قطر الدم كتحيي انسان، راه عنده بالحق، راه القطره كتحيي انسان، راه انت ملي كتبرع راه كتنقذ ثلاث الارواح ديال الناس، كاين اللي خاصو الدم الاحمر، كاين اللي خاصو لي بلاكيت، كاين اللي خاصو البلازما، راه نقطه ديال الدم، راه قلت لك نقطه الدم راه عندها واحد الاهميه للمريض، وخاص المتبرع خاصو يدير بحساب المريض تاعو. دائما المركز كيوفر الاكياس، كيكون دابا عندنا في المركز عندنا الطلب اكثر من العرض، دابا كتشوف الطلبات محطوطين ولكن باش التبرع ناقص شويه، دابا تقريبا 400 كيس خاصها تخرج في النهار، حنا الله كيجازيك الله كيجيك 100 متبرع ولا 200 متبرع، راه كاين واحد الاكتفاء، كيدير واحد الاكتفاء الذاتي باش كيخرجوا العمليه بسلام وصافي. انا كنتزوج واحد النداء للناس، راه كاين بالصحات والمستشفيات كيطلبوا الدم وكاين العمليات الواقفة على الدم وما كاينش الدم، علاش الناس خصهم يفكروا في هاد الناس، خصهم يجيو يتبرعوا لهم، وكنناشدوا الناس جميع الناس اللي غيشاهدونا ولا من هذا المنبر، كنناشد جميع الناس تمشي تتبرع، راه التبرع بالدم انقاذ حياة انسان. الناس عندهم واحد الفكره خاطئه، راه الدم لا يباع ولا يشترى، الدم لا يباع ولا يشترى، هذاك عندنا كتخلصها واحد الثمن رمزي، راه ماشي الا بغيتي تجي تخلص الدم راه ما تقدرش تشري الدم، راه توما راه كيخسروا عليه اموال، باش توجد واحد الكيس المريض راه كيخسر عليه اموال. راه خاص التحاليل، كتجرى التحاليل، كيزيدوا مواد حافظه باش يبقى داك الكيس مؤهل للمريض. من هذا المنبر كنشكر بالخصوص فصيله ديال الوداد، راه كيجيو فواحد الكثره تبارك الله عليهم، شحال من حمله كيجيو الناس كيدبيو وتا ديال الرجاء تاهما، وحنا من هذا المنبر جميع الجماهير المغربيه دير بحال التحفيز، دير بحال المبادره ديال الجمهور ديال الوداد والجمهور ديال الرجاء البيضاوي. من هذا المنبر كنوجه التحيه لجماهير الوداد وديال الرجاء، كاين اللي كيديروا واحد الحملات ديال التبرع، وانا كنناشد جميع الجماهير المغربيه، جميع الفصائل ديال الجمهور ديال المغربيه باش دير بحال المبادره ديال الوداد وديال الرجاء. انا ضد هذه الفكره ديال واحد الجمعيه حتى كيكون شي مناسبه، حنا بغينا الدم يكون على طول السنه، باش يكون واحد النظام متنظم خاص ديما تكون حملات على طول السنه، ماشي تجي واحد المناسبه بحال اليوم العالمي ولا اليوم الوطني، هذا باش كيبانوا الجمعيات، خاصنا الجمعيات يكونوا على مدار السنه باش يحفزوا الناس ويحسوا الناس باهميه التبرع بالدم. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.